أيضا الميدان كان يمثل يعني وظيفة ترفيهية، ولذلك تكثر على جوانبه المقاهي. الصور القديمة التي ربما نجدها لبغداد في أوائل القرن العشرين تجد عددا هائلا من المقاهي تنتثر على جانبي الميدان والأماكن القريبة منه. إذن هو يعني ساحة كبيرة واسعة وبعيدة نوعا ما عن الأزقة الضيقة، فيجلس الناس في أطراف هذا الميدان يعني يرفهون عن حالهم. وهكذا كانت الميادين تمثل رئة بمعنى الكلمة، بل ولها وظائف متنوعة كما ذكرنا.